الجامعة، أظلمت علي الدنيا، توظفت في وظيفة بسيطة زهيدة جدا. صليت صلاة العشاء يوم من الأيام في أحد المساجد عندنا بالدمام، يقول فقام شيخ فاضل يلقي كلمة بعد الصلاة، يقول أنا من عادتي ما أحضر، من عادتي ما أحضر ولا أجلس، يقول سبحان الله استحييت لارتباطي الكثيف أني، ولكنني سمعته يتكلم بكلام أعجبني من البداية، يقول لكنني وقف استحييت أرجع لأن لست مطوع وليست هيئتي كذا، فربما يقال عني ما يقال، يقول وقفت خارج المسجد أسمع كلام ذلك المتكلم أنا لا أعرفه، لكنه بدأ يتكلم للحضور عن فضل الاستغفار، وأنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من إيش فرجا. تأمل، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق إيش مخرجا. وقرأ عليهم آية ما أعرف يقول وين، قلت قصدك التي في سورة نوح؟ قال نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليك مدرارا بأمر حسي كالمطر وبأمر معنوي من التأييد، أن الله يؤيدك ويوفقك ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول بدأت أواظب أكثر الاستغفار، أنا الآن عمري حول 22 سنة، أول مرة في حياتي أسمع كلام أن الاستغفار يفتح هذه الأبواب المغلقة، الاستغفار يفتح هذه الهموم، الاستغفار يداوي هذه الكروب، الاستغفار يفعل كل هذا. يقول بدأت مع ربي، يقول بدأت أستغفر وأنا ماشي، أستغفر وأنا واقف، أستغفر وأنا أنتظر، أستغفر، حاولت وواظبت. يقول فبدأت الفتوحات تأتيني، فيسر الله لي خير من هنا ويسر الله لي خير من هنا. ثم العجيب في هذا الرجل، يقول حتى الرؤى التي أراها أصبحت تأتيني رؤى بشارات، رؤى بشارات. أنا لا أريد أن أذكر لكم يعني حقيقة الرؤية حتى لا يتعلق كثير منا بواقع الرؤى وواقعها، لكن يقول هذا الرجل والله جاءني رزق لا أعلم كيف أتاني ذلك الرزق. يقول أكلمك أنا الآن ولا يقل رصيدي عن 15 مليون تقريبا، هذا ما يوجد عندي، هذا ليس مني، يقول هذا ليس مني، والله من الله، كنت لا أتقاضى إلا 2000 ريال، لا أتقاضى إلا 2000 ريال، موظف استقبال في مكتب بسيط جدا لا يمثل شيء أمام أي واحد، لكن بدأت أضرب في الأرض وبدأت أسعى مع فلان وبدأت أتعرف على فلان وبدأت أشتغل في عقار وبدأت أشتغل في عمل. يقول والله يا شيخ الآن لا أعلم ما كيف يدخل علي المال، لا أعلم لا أعلم. فقلت أنا يقين بالله أن هذه دعوات المستغفرين.